السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد، واحنا اليوم متواجدين في مجمع ايكون سيام ميجا هاربر لاند في الدور السادس. خلينا نشوفه يا جماعه شنو يحتوي هاربر لاند. طبعا هاربر لاند يحتوي على كل شيء متعلق في الاطفال. يلا بسم الله نبلش. طبعا هاربر لاند صاير عند السينما في ايكون سيام بالدور السادس. اول ما تشوف السينما على يدك اليسار راح يكون هاربر لاند عندك. طبعا تمشي داخل هني، تاخذ يسار، شوف مكتوب عندك هناك فوق الدور السادس، تشوف عندك الميجا هاربر لاند ليتل تايلاند. طبعا عندهم عروض يا جماعه، عروض عجيبه حلوه، خلينا نشوفها مع بعض. طبعا يا جماعه عندهم عروضهم هني مش بطاله صراحه، وعندهم دلاغات تقدر تشتري من عندهم هني. العروض طبعا الكومبو تدش فيه ثلاث مناطق، المنطقة هني موزعة على ثلاث مناطق، الهاربر لاند والجمز والانفليتابل هاوس، عرفت شلون؟ فعندهم كل مكان وكل قسم له تذكرة معينة. إذا تبي تاخذ الكومبو أنت راح تدش هذيل كلهم مع بعض. يعني شوف الكومبو عندهم 790 بات مع العوائل، هم بعد راح تدش راح يكون له هم بعد سعر ثاني، عرفت شلون؟ فاللونج ويكند عندهم ترى ناس زحمة، فلازم تاخذ أنت تاخذ تذكرتك معاك، وقبلها لازم يعني تعمل حسابك اذا انت جاي على الويكند. طبعا يا جماعه اللي يجي هذا ايكون سيام يعني يزوره مرارا وتكرارا، انصحه ياخذ الباكج بو 10 وتاخذ لك تيكت واحد ببلاش، او تاخذ ال 20 والثالثه ببلاش من هذيلي العروض اللي عندهم، لان عندك الهاربر لاند يختلف، وعندك الجمبس يختلف، وعندك هم بعد التوب ابس. يعني اليوم راح ندشه وناخذ تفاصيله بالملي. يلا يا جماعه، ولدك كم طوله؟ إذا طوله سنطنطنطين ما يدش. هذه يا جماعة التيكت برايس مع الكومبو ولا بدون الكومبو اللي تبونه اخذوه. واحد الكومبو، سعر الكومبو 950 990 790 مع هذا حق الأهل، هذا سعر الأهل، أهل يعني إذا أنت ما تبي تلعب بس تبي تدش تكون مصطحب مع الأطفال هم تدفع تذكرة، عرفت شلون؟ إذا تبي تاخذ بس تذكرة، وإذا أنت يعني إذا أنت بيبي من 65 سنتي أو 6 شهور وتحت فري دش. إذا أنت ما فوق قول استغفر الله، إذا أنت من 65 سنتي إلى 80 سنتي تدش ب 200 بات. إذا أنت من 81 ولغاية 140 التيكت مالك 660. طبعًا إذا تبي التوب أب مال شنو؟ مال الجمبس تنطط. وتبي هذا بيت من الهواء تدش هني هم بعد ساعتين بساعتين، هني 440 وهني 200 بات. فهذه اسعارهم يا جماعه، اللي اعمارهم من 3 سنين الى 10 سنين لازم يكونون مع اهلهم. الشغله الثانيه، اذا كنتوا من ال 10 سنين الى 18 سنه لازم تكون مع اهلك وتوريهم صوره عن الجواز عشان يتاكدون عن العمر. هذه واحد. اثنين، لما عيالك يدشون هني داخل ما يطلعون الا بولي الامر، يعني اذا ما شافوك ولا ما شافوك ما يطلعون من هني. هذه محسومه عندهم، طبعا كل شيء عندهم هني الابواب كلها مسكره متحكم فيها بالريموت كنترول، فانت ما تقدر تطلع اي مكان من غير علم ولي الامر. هني يقول لك هذا القسم، هني هذا القسم اللي هني حق البيبي سيتنج. البيبي سيتنج طبعا الخدمه البيبي سيتنج ان هم يديرون بالهم على عيالك اذا ما عندك الخدامه، واذا وانت بتطلع انت والمدام برا وتخلي عيالك هني. طبعا اذا بس يتكلمون تايلندي هذا السعر التايلندي، بس هذا هني السعر يتكلمون انجليزي 700 الى 1470 بات طول. اذا حق الكومبو بعد حق الكومبو هذا يعني الكومبو تاخذه انت ب 5 ساعات ونص تقريبا تلعب جميع المناطق اللي هني. مثل ما قلت لك كذا في كذا زون كذا قسم، قسمه لما نشوفه هني قسم الكومبو. طبعا عندك الهاربر لاند والجامز والانفليتابل هاوس، هاي طبعا الثلاث شغلات هذه كلها تاخذ تقريبا 5 ساعات ونص. طبعا اذا عندك العرباين جايبهم تصفطهم هني خالي، وهني يعزكم الله تحطون جواتيكم هني، لان راح يعطونكم دلاغات، راح لازم تشترون دلاغات خصيصه حق المشي والتنطط واللعب. هذا طبعا شكل دلاغ حق اللي بالغ مثلي، والله حتى لونه حلو. طبعا يعطونك السواره هذه فيها الكيو ار كود، هاي طبعا تكون مثل عندك مثل الكريدت هني، تاكل تشرب فيها وين ما تدش مناطق العاب يسوون لها سكان وتدش وتطلع منها.
القعدات هني تقدر تشحن تليفونك، هم بعد مفتحات اليو اس بي هم بعد موجودة هني، قعدات حق الأطفال يعني، طاولات حتى مقاسهم مقاس ولادي عرفت شلون، قعدات عندهم، عندهم الآيس كريم، عندهم الكافيه، عندهم شوية بقالة على قولتهم، في عندهم الشيبس ما شيبس والآيس كريمات مثل ما قاعد نشوف هني، يعني عندك شم شغلة يعني ككافيه الدش كشغلات سناكس تقدر تاخذ بطول ماي إذا تشتري من عندهم، هذا الكافيه مالهم هني، فعندهم حتى الآيس كريم، يعني كل شيء عندك هني. سلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله. فعندهم هني هم بعد الأكل، طبعا أنا ماني مسؤول عن اللحوم، بس أنتوا يا جماعة لازم تشوفون شنو الأكل في من شركة سي بي. سلام عليكم، لايك سبسكرايب، لايك سبسكرايب على رأسي أنت. تشوفون هني عندكم الأكل هذا الأكياس الحمر سي بي، طبعا لازم تشوفون إذا حلال ولا لا، لأن بعضه حلال وبعضه مو حلال. هذا هني طبعا بالنسبة للأكل فروزن مثل ما تقول متجمد، بس يحطون بالميكروويف ويستخدمون لك إياه، العصائر مع عصائر وطول الماي. حياكم الله في ميجا هاربرلاند تايلاند يا جماعة، هذا المكان عجيب، مشتهي ألعب، مشتهي أرد صغير وألعب هالكور هذه الحلوة. ها تلعب هني خالي، ترد ياهل كذي. طبعا هالبركان هذا متواجد في كل فرع من افرع هاربرلاند يا جماعه، فهني طبعا عندهم الستاف، عند كل لعبه في ستاف تدير بالها عليك على عيالك، تقول والله انت قاعد تمشي بالطريقه الصحيحه بالطريقه الغلط، عرفت شلون، فيكم واحد فوق وواحد تحت، فيعني ان شاء الله امان، والامان من الله سبحانه وتعالى. يعني حتى يقول لك لا تدش بجواتيك مش عارف ايش، تقعد تصعد مني ما يصير، الا تصعد بس عن طريق اللي حاطين لك اياه هني، وهناك طبعا الستاف موجود فوق، وهنا الستاف موجود تحت، شوف دير بالك عليه، فوو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 
انت مطمن مرتاح ان في ستاف يدير باله على عيالك. يعني حتى الاهل يعني يروحون مع العيال، الاهل يروحون مع العيال، مثل ما تشوف الحبيب دش شوف الشغلات هذه تمشي عليها، من شنو هذا الباد، هذا شغلات حلوه يعني تشالنج مو طبيعي. يعني ولا حوالي 25 الى 30 زحلاقيه عندهم يا جماعه. طبعا هاربر لاند مصنع بتصميم اوروبي مو طبيعي يا جماعه، ولا حوالي فوق ال 25 زحلاقيه عندهم من جميع الـ 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 الاشكال والالوان الحلوه والالوان الفرحه هذه اللي تشوفها انت تهون عليك، يعني دش داخل خلاص كأنك بعالم ثاني، كأنك مقطوع عن العالم كله. هذه البومرينج دونات سلايد، هذه هم بعد واحدة من الزحلاقيات اللي عندهم، بس تأخذ الدونات هذا وتروح تصعد فيه لغاية ما تتزحلق من وين؟ من هني. وهذا الستاف طبعا موجود، فعيالكم يصعدون وتقدر تشوفهم عن طريق التلفزيون هذا. يعني حتى العواميد مغطينها، مسوي لها سوفت باد يعني لطوف العواميد هذه، صب الكنكريت حاطين لها كلها شو اسمه اسفنج، مغطينها بالاسفنج. والتشالنج هذا حق الاطفال تمشي مش عارف ايش، عرفت شلون؟ فيعني شغلات العيال يعني يحسون في تشالنجز، ما تشالنجز عرفت، يروحون ومش عارف ايش وتنطط وعرقلة ما عرقلة من هالكلام، عرفت شلون؟ فأنت تدش كذي معاهم وتكون معاهم، وإن شاء الله الولد يطلع عندك زي اللوز ومهندس. هذه طبعا الدراغون مالت التنين، الزحلاقية مالت التنين. طبعا أهم شيء يكون يعني إذا كنت مع الأهل لازم يكون معك، إذا كان عندك أقل من 101 إلى 120 لازم يكون البي، شايف علامة البي، لازم يكون معاك واحد من الاهل، واحد من الكبار تكون انت ايش اسمه معاهم، عرفت شلون؟ ف دون ووك اب للزحلاقي، يعني يقول لك لا تصعد عكس الزحلاقي، يعني تتزحلق من فوق لتحت ما تسويها، من تحت تصعد لفوق يعني ما تصعد. عندكم هنا بعد كره القدم، اللي يحبون كره القدم يا سلام، تشغلون السكرين بلاي وتلعب، شوف على طول هذا تلعب الفوتبول
عندكم هني ما شنو هذا هناك زحلاقيات اشكال ورناق عندهم يا جماعه اشكال ورناق زحلاقيات هذه طبعا مصممه على التصميم التايلندي وكل ترى على فكره كل فرع عندهم مصمم ترى غير ترى هناك عندكم زحلاقيات تقدر انت مع الاهل تقعد يعني انت كاهل تقدر تلعب مع عيالك هني شغلات مو طبيعيه يعني شو الكور هب بعد والله شدي طقتهم شدي واحده من التحديات حق العيال انهم يجون هني طق بوكسينج ما بوكسينج هالشغلات هذه عرفت الدش هني مناظر عشان الله شوف الغرفة هذه عجيبة الدش هني تقعد الله بالكور هني شوف لما عندما الدش هني لازم يسوي لك طبعا الاسكان طب الدش هني طبعا كل شيء يبين عندهم بالسيستم هني فلما يقول لك والله انت لازم الدش هني هني طبعا تقدر تسوي لي كاب كابوم هاي طبعا هاي طبعا تشتريها اكسترا توب اب مثل ما قلنا طبعا تعبئه تعبيها هني طبعا توصل مكان ثاني قسم ثاني تلعب وتتنطط شوف حتى تقدر تشوت الكور من هني اوف اوف شيء مو طبيعي يا جماعه والحلو فيه عندهم الكاميرات المراقبه يعني الحمد لله يعني اذا نسيت اغراضك ولا لا سمح الله في حوادث صارت كل شيء راح يبين ويكون عندك هني في الكاميرات فيعني لا تحاتون ان شاء الله عطوا الثقه لعيالكم وخل الولد يروح ينطلق عرف شلون حاطين لك الشغلات هذه هني مما تقول تقدر تلعب شويه مما تقول سله شيء تدخل الكور داخل الحلقات هذه وهني طبعا تنطط طبعا المربع الواحد للشخص الواحد يعني شوف انا بس هني بروحي اتنطط ما يصير اتنطط شوف هذاك الولد هناك يتنطط بروحه يا سلام علي يو اساسن علشان فشذي طبعا هي تصير اللعبه شذي طبعا تقدر تتنطط وعندك كره السله تجيب لك طبعا تشوف لك من الكور اللي حوالينك وتقدر تلعب كره السله كذي وتروح تكونها تصير كنا ليبرون جيمس انت كذي بالضبط كذي تحطها بالكره السله وتقعد تتنطط ولما تدخلها جول طبعا متى تدخلها جول لما يطيح حظك اخر شيء هذه طبعا من واحده من الهايلايت اللي هني عندهم يا جماعه لما يشغلها هني تصير سويبر ترامبولين فلما تشغلها كذي انت لازم تكون ضد داخل وتعدي الشغلات هذه شوف الولد قاعد هني قاعد يلعب قاعد يتنطط لا تخليها تطقك فلازم يا تدنق يا تنط لان هذه طويله فهني هذه صغيره هني هو راح يدق اوبا كذي بالضبط ها طبعا راح يدنق شكله لوب اوه ذاتس اوسم شو بس اهم شيء يا جماعه عندهم مشكله الطول لازم تكون اطول من 80 سنتي يعني اذا انت 79 سنتي 77 شو غالي 79 سنتي ما يقدر يشيني اذا 80 سنتي لا فوق 80 خالي اوه نايس صاحبته مو راضي شوف الشغلات هذه يا جماعه طبعا شوف الستاف هني موجود سوري هاب لقاء عندكم بعد الستاف من بعد داخل يكون كما تشوفون يمكن بعد صار له تضليل ولا شيء هذه هي الشغلات هذه الحلوه انك تنط وتلعب شلون كذي طقها وتشوف اللي منورها اللي منوره طقها هذا عندك واحد هني عرفت وهذه عندك هني فهني لازم تنط اكثر ضبط عرفت تنط وتلعب يعني الكل يتنطط الكل يلعب هاي طبعا حق اللي شويه قصار اكثر من هذه شويه حق اللي طوال يعني حتى الاهل يقدرون يلعبون يا جماعه هاي يعني حق الشباب الله عاشوا الشباب هاي طبعا مثل سوبر ماريو سواها شذي يتنطط يعني الولد يتنطط مني ويبين هناك
اي والمنو حطوا لايك، يقول حطوا لايك يا جماعه. شيء يتنطط شيء عندكم هنا بالتلفزيون، فلما اذا طاح يا فديت قلبك انا. والمنو فهد بن عبد الله، والله والنعم، والله والنعم خشمك. هذه هني يا جماعه طبعا فيها تقنيه التلفزيون، طبعا يرسمون لك على الطوفه، وهني وين ما تكون الليت ولا وين ما يكون المكان لازم تتسلق وتروح تطق الليت. هذه بعد زحلاقيه ثانيه زرقاء، بس وين راح تطيح؟ راح تطيح انت عند الحوض الازرق اللي هناك. يعني لعب لعب، ليه ماكو ليه ما تزهق؟ اعلمك عندك تليفون؟ العب العب الحين، العب الحين. تحية تحية العب فهد بن عبد الله. اسمي انور امين. اسمك انا اسمي انور امين. انت شو اسمك؟ محمد. نعم بحالك محمد بن منو؟ محمد عبد الله. والله والنعم. من وين؟ هذا هي تسويها باك فليب خلاص لا بيطيح حيلك. ووب وا طبعا اذا خلصت انت هني اللي تطلع من المنطقه هذه، طبعا هذه هني يسمونها منطقه الجمس، المنطقه اللي تتنطط فيها ترامبولين بارك. فلما تطلع انت من هني لازم تسوي خروجيه من عند التين. يعني يا جماعه يتسلقون صعود من هني، تتسلقون من هني، وهني عندك طبعا على جنب التشالنجز هم بعد، والاهل هني معاك وين ما تكون. هاي طبعا هني عندهم قواري، ما قواري طق لك فرد شي بالقاري، بس وين تاخذهم؟ من هناك دربل بالقاري، دربل خاوي. تشالنج عندهم مو طبيعي، يعني في تشالنج تحديات صعوبات حاطين لك عشان العيال يطورون من عملية الاتزان عندهم في الجسم في العقل، عرفت شلون يلعبون؟ حاطين لك حتى لعبة الحية هني، حاطين لك هذا هني الزحلقية الصفراء البرتقالية والزرقاء. هالحبايب هذيلي، هالحبايب هالحبايب هالحبايب. اي والله وجهك حبيبي ومن قال. هذه يا جماعة تاخذ عندك السلايد، هذه تاخذها وتتزحلق هني على الرولر، زحلاقية ام رولر. يعني وين ما تطالع تلاقي في زحلاقية. هاي طبعا هني حقك انت تمشي، وهذا حق الزحلاقية الزرقاء. طبعا شلون راح تصير؟ راح تصير كذي خالي، تقعد كذي، لازم تكلم الستاف تعطيه الزحلاقية مالتك وتمسك بالقضابية. هاي كام؟ واحد اثنين ثلاثة، يوهو على الرولر. هذا هني طبعا اللي يصير، الرولر طبعا كذي يفر، عرف شلون؟ فتزحلق انت ما توصل هناك. هاي طبعا هناك يا جماعة في عندهم مصارعة، الشباب قاعد يلعبون مصارعة. اي طقه عندك اياه، هذا كان يوم من اندرتيكر يلعن والده ابو شو اسمه هذاك الثاني. هاي طبعا هني شوف، يعني العيال يوقفون هني وعلى كل واحدة ليفل معين ويعبرون حاجز حاجز، لما توصل لنهاية نط شوف طبعا شو اللي تبيه، اي حاجز تبيه بعد هذا عندك هني تنطط، ما هذي يطقونك فيعلمونك على الاتزان الجسم واتزانه بالعقل، شلون توازن جسمك، توازن نطتك ولا مشيتك، عرف شلون شغلات هذه. واخر شيء تروح هناك طبعا تنط ليه حدر وتخلص التشالنجينج هذا او التحدي هذا، عرفت شلون؟ تمشي هني تمشي، فشوف يعلمك على التوازن لما تعديها. هني طبعا تصعد، في طبعا صعدات. ها طبعا هني الرولرز هذا دش داخله، يعني يفعصك صح، يسويك شاورما صح، بس شنو يطلعك انت قدراتك ما شاء الله تكون سترونج، تكون يا متزن، تقدر عندك ما عندك مشكله تواجه الصعوبات على قولتهم. طبعا صعوبات الحياه بعد اكثر شيء تعلم. طبعا هني تصعد
تشالنج تشالنج يعني يعني هذا الشيء اللي شفته ترى شيء بسيط اللي انا قاعد اصوره. تشالنج تشالنج مو طبيعي، تصعد هني تروح هاي هي صعدنا طبعا هناك كنا موجودين. شوف الاستحلاقيات اللي هناك، اوف المكان عن ارتفاع تقريبا نقول دور. طبعا هنا نكمل نصعد روح. شنو صرنا يا هال اليوم حنا؟ يلا ما عليه بس يوم. ها شو طبعا التشالنج، شو شو شوفهم، شوف التشالنج يا جماعه. جيبي عيالك جيبي عيالك تعالوا استانسوا هني يا جماعه نمشي. ترى تخيل يا ابويا محمد، تعال يا محمد. يعني خلصناها. شو شو وزن الريشه؟ انا وزني وزن اثقال محمد علي كلاي. يلا يلا كويس والله والنعم والله والنعم. اوه لحقينا يا جماعه. شلون يا ابوي؟ انا وانا عيط يا جماعه، وانا عيط. صار في مشكله. اقعد. هاي طبعا يا جماعه شوف ما تنط تحت، ما ماكو معلوم، دام انه ماكو معلوم على خلينا نمشي. خليته بعد انت 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 وزنك ثقيل مثلي، خليه يطر شويه. تدري اذا شغلونه طاح يا ابوي. لا بس والله قوي، لا والله قوي. حاطين لك هني ملاعب كرة سلة، شوف عجيب. يقول لك دير بالك على راسك، فدية راسك. تصعد هذه ام التنين من حدر، تصعد على هذه الدواير لما توصل لراس الزحلقية او راس الزحلاقية او راس التنين. دش راس التنين فيو تنزل لي منك. شوف شو شو ما هذا، هذا يذكرني كان فيروس كورونا اول ما نزل. الله يبعد عنا وعنكم، يبعدنا عن سائر الامراض ان شاء الله. عاشوا عاشوا. انا داش انا داش يا جماعه. اوه شوف الدونات هذه، ستروبري ولا توميتو؟ انا خايف انسى نفسي وادق هذا امشي واطب كذي رواسي. لا توني قلت خايف انسى نفسي، فقاعد اقول لك دير بالك لا تطيح رواسي. هذه يا جماعه شوف تسلق كذي، تصير ما تصير تصير ما تصير لما توصل للنهايه كذي بالضبط، توصل لاخر حلقه. يا طيب عندك حلقات بوصل؟ قال عطنا عطني الحلقه الاخيره. المهم فعندكم يا جماعه هني هم بعد الستاف، الستاف طبعا هابي تو سيرف يو. لما تكون انت هني يقول لك في نوعين على هذه ام البرتقالي، سلو تكون ابطا من هذه، هاي طبعا الفاست، الفاست هني والسلو منك. شلون صايره؟ وتنزل على طول من هني. شوف 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 يينا حق الشوتينج يا جماعة. شوف هذه الكوار، هذه هذه طبعا الفشك مالك. شو تسوي؟ تاخذ انت فشكة تحطها هني، تحطها هني وين دوس؟ تبي تطق شنو؟ طق هذه طق، عرف شلون؟ فتحط الفشكة مالتك هني تطقها كذي، لما تطيح داخل وهني عندك زرار تطق فيه. خلينا نشوف وين انت مدششها، جول ولا شيف شيف كلام. طبعا هني حاطين لك شوف 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 الحين انا اكونها انا اللي كفو عليك. اهلين حبيبي اهلين. نحن يا معود وين رحنا؟ شوف وهم بعد ترد تحط مره ثانيه، هذه عندك هناك يعني يسار يمين ضربه حدر. هذا بصير لكم مدفع الافطار يا جماعه. جاهز ارمي يبوي. جاهز ارمي. ها مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه. يلا 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 فوق فوق خلي الناس تفطر. جاهز ارمي. ايوه طلعناها. ايوه 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 عاشوا العرباويه.
اخضر طبعا. وهذني يا سلام روح قولين ورا بعض يا سلام. ها طبعا هني عندهم الشغلات هذه التشالنجز مره ثانيه. وهاي طبعا هني توقف عليهم انت وتصوب خالد مدفع الافطار اذن في مكانين. الشوتينج بول طبعا طبعا هذه شفت الاسلحه هذه الخضره كلها هذه كلها شوتينج. انت ما عليك الا تاخذ الكور هذه الاسفنجيه ترى اسفنجيه ترى الكور الاسفنجيه حوالينك لما تكون واقف انت داخل كل ما عليك تحطها داخل وتصوب على الشغلات هذه يعني تبيها تكون مع الحلقات هذه تختبر تصوب ترمي مالك. عرف شلون تقدرون تلعبون تيم واحد تيم اثنين عندكم هم بعد الشغله هذه. فيعني تقدر تيب انت مثلا اذا عيالكم اربعه خمسه سته تيون هني وتلعبون كتيم وتبلغ الستاف انه والله نبي نلعب تيم فهم راح يطقوا لك اياها وتحط وتلعب. شوف هذه هناك مثلا تكون شو اسمه العلامه. فانت كل اللي عليك تسويه تحط الاسفنجه هذه السبونج بول على قولتهم وتضرب باليمين هني. شايف هذه السيلفر هني يا جماعه الزبلاين. فلما يشيل الولد يحطه على الزبلاين ومن الزبلاين يهده لما يروح للصوب الثاني ومن يقفه التيم الثاني لغايه ما ينزل الولد ويرد الزبلاين مره ثانيه لصاحبه الاولاني. فمو بس عندك لعب وتزحلق وتنطط لا 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 يقوي عندك حاسه اللمس النظر السمع والاتزان عند الاطفال هم بعد نفس الوقت. عرفت شلون؟ فيعني يعني يخليك كرييتيف ويخليك عن جد اجيال المستقبل. شلون احنا عندنا طفل المستقبل بالكويت شلون احنا عندنا مثلا سبيستون اجيال المستقبل هذا هني عندهم اجيال المستقبل مال هاربرلاند ليتل تايلاند. هذا هني حق العيال الدقه البيبي هني او اي حق الدقدق هني يعني ما اقل من 6 شهور او منقول من بو شهر ل سنه تقريبا. يعني الشغله مو طبيعيه ترى يا جماعه ترى بيج بليس وايد كبير وايد في عندهم سبيس تقدر تصعد انت من تحت تصعد لفوق وتتمشى على هذا كله. يعني يقوي عندك العضلات الركب الريول الايدين التسلق ومن هذا كله يعني شيء مو طبيعي. مو بس انت قاعد تخسر فلوس وعيالك بس قاعد تتنطط وتتزحلق لا 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 توصل هني عندك الانفلاتبل اريا اللي هو مثل ما تقول البيت اللي مسوى من الهواء. طبعا اول شيء تسوي لك تشيك ان تسوي تشيك ان دش هني على طول. هاي قناتنا يا جماعه شوف قناتنا يا سلام سلم. اول ما تدش هني انفلاتبل طبعا كل شيء من الهواء كل شيء مصمم من الهواء يعني ما في كله من الهواء تقعد تنطط تمشي تركض تنط تطير. المهم طبعا هنا طبعا ما اقدر تلعب من غير الستاف طبعا لازم يكون الستاف موجود ويكون معاك. اذا ما في ستاف انصحك لا تقرب على شغله هذه لان تؤدي الى الخطوره. هني طبعا الكلايمبنج وول طوفه التسلق هني هذه هني الطوفه فيها شغله وايد حلوه يا جماعه. التطقق هذا هني هذه على العواميد هذه وهني طبعا تشغلها تسوي لها ستارت. من تسوي لها ستارت راح يطلع عندك تيمين تيم واحد تيم اثنين تسوي لها ستارت ما شلون تسويها هذا يعني المهم تكلم الستاف وشغلها. بس تشغلها وين ما في كور هذيل الصغار لازم تنط ولا تتسلق. شوف تي هني الستاف يشغل لك اياها. هاي طبعا الكلايمبنج وول فهني راح تبلش انت من تبلش يعطيك الضوء الاخضر طبعا يشب هذا كله يشب هني 3 2 1 جو. فطبعا من هني انت عندك فريقين الفريق الاخضر والفريق الاحمر. فهني طبعا شوف عندك هني انت فريقين خالي. فهني يقومون بسرعة 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 بسرعة, بسرعه 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 وين ما هذا تجمعون نقاط. طبعا لازم انت تكون محدد الفريق الاخضر والفريق الاحمر. فطبعا ديروا بالكم بعد لا تعورونهم بعد في هني في الكلايمبنج وول. الستاف طبعا هني عندكم اول ذا تايم سوى ديكاف. فطبعا الستاف هني لا تلعبون من غير الستاف يا جماعه لانه خاف يصير فيه شيء يطيح يتعور رقبته ايده ريله سنلات ولا كذا لازم تكون معاك الستاف. هني هاي طبعا الثور البري الثور البري هذا طبعا تركبه
والستاف يشغل لك اللعبه. شوي فرت كذي يعني، حتى يعني حتى مو بذيك السرعه ولا اللي يخوف ولا كذا، بس يعني ها يتقوي عضلات ايدك انك شلون تكون انت قاعد، تكون قاعد تلعب. يا حليفه، باي باي. طبعا هني التشالنج هم بعد والتحديات في الانفلاتبل هاوس، طبعا هذا بالتقرب يا جماعه بالتعبيه، لما تسوي انت التعبيه تدش هني في عندك تحديات جديده، تحديات كذي تدش هني من هناك، ولما تطلع من هناك يعني تنعصر كانك داش شو اسمه، بتصير مربى لما تطلع مني من هني بالضبط. يا جماعة أول ما تدش أنت هني على يدك اليمين ليتل فيل وليتل لاند والآرت روم، خلنا نصعد فوق نشوفهم شنو يحتوون عليه. فكرة الآرت روم أنك تأخذ من المجسمات هذه تختار أي رقم أنت تبي، هذه هني كل الملون اللي هني، تأخذ الرقم اللي تبي أو المجسم اللي تبي، وهني طبعا تأخذ صينية الالوان مع فرشه الالوان تعطيك اياها طبعا الستاف الجميله، وتاخذ طبعا كل ناظرك طابور هني، تقعد هني على الكراسي وتلون انت مع العيال. الليتل لاند يعني بشكل مختصر اللي هي قريه او مدينه الفك وتركيب، كل شيء عندك هني فك وتركيب، تسوي الفك وتركيب، مكعبات ما مكعبات، طبعا كله شنو صاير ترى من الفلين من الفوم. طبعا هني عندك من بعد الحلوه قاعد تلون المجسم اللي خذته، طبعا تخلصه متى الله اعلم. حاطي لك فلتر حق الهواء، اذا الهواء كان غير معقم هذا الفلتر يعقم لك الهواء، شوف ايش حلاته. اخر شيء وصلنا له ليتل فيل. ليتل فيل طبعا هذا هني يقول لك حق الاطفال اللي ما يتعدون قول معاي ال 120، يعني اللي وايد وايد صغار يدشون هني، حتى حاطين لك بيانو، حاطين لك اغاني حق الاطفال انك انت وعيالك تستانسون تطبلون، في عندنا الات موسيقيه هناك، الستاف بعد موجود، هذه الشغلات اللي تحطها البازلز ما بازلز، تسوي مجموعه الفك وتركيب هم بعد. كل الادوات اللي هني وكل الكور اللي شفناها يا جماعه تتنظف يوميا كوره كوره، يعني ما شاء الله عندهم الالعاب هذه، قول معي الرياضيات او تشغل مخك، تشغل افكارك، تشغل عقلك، تكمل الصور اللي هني، يعني مثل ما قلت لك مو بس حق لعب وتنطط، لا لا لا، تقوي حس البصري الجسماني يعني الاتزان السمع اللمس، هذا كله انت تقويه هني. في عندهم هذا طبعا حق البيبيز او اللي اعمارهم سنه سنتين ثلاثه، عرفت؟ عندك الاكس او هم بعد حاطين لك الشغلات هذه، رياضيات ما رياضيات، فكر جاوب العب وامرح، يعني كنظافه وك اكويبمنت يعني كمعدات اللي عندهم هذه كلها يا جماعه ترى هم جايبينها من اوروبا، ليش؟ عشان يتاكدون من الكواليتي انه متين قوي، يعني يتحمل وما فيه عليه اي خطوره للعيال انه والله راح ينكسر ولا راح يطيح فيهم ولا راح ينشق ولا كذا لا سمح الله. فلا جايبين كل شغلهم توريد من برا وجايبينه هني علشان يضمنون لسلامه المكان او سلامه الزوار وسلامه الاطفال هم بعد. حاطين لك هني مال بيبي ما بيبيز، شوفها شلون يلعب، شوف يفكر، هاي يفكر يشغل مخه، شوف شغلات هذه، حطي لك شوية أكل معلب يعني، هذا كاشير يعني كأنك عندك كاشير، تدق هنا تحط بالكريدت كارد، تحط بالباسكت مالك جروسري ستور، بقالة ما بقالة، حطي لك هنا شوية افترنون تي على قولتهم. هناك عندك شويه مال الفضاء ما فضاء، عندك سيايير ما سيايير، مجمع ما مجمع، الله الباركينج، الله شوف حاطين لك لندن من بعد شويه، لندن بريدج ولا هذا شو اسمه جولدن بريدج، ها
هذا انا وين هذا بيتي انا هني عند الزويه هذه. الله عمال قاعد يشتغلون ما يشتغلون يعني حتى افكار جديده يعني مو بس تقط فلوسك وبس لا لا تاخذ شيء انت محترم تاخذ شيء انت كواليتي سو فور ذا يعني حق عيالك انه يفكرون شلون يفكرون شلون يبنون شلون يركبون شلون يفكون شلون حتى يتعلمون شو الفك والتركيب اللي هناك كل هذا انت تعلمه ستيب باي ستيب. وصلنا معكم لنهايه الحلقه يا جماعه اتمنى تكون حلقه حلوه خفيفه عليكم مثل ما انتم تعودتوا من عندنا يا جماعه. شكرا لشركه هاربورلاند على تقديمهم على استضافتهم لنا في هذا المكان الجميل صراحة. إن شاء الله في مراجعة أخرى راح تصير في مجمع من كوارتير هم بعد هاربرلاند الفرع الثاني. إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله على خير يا جماعة. شكرا لكل من تابعني شكرا لكل من علق شكرا لكل ترك أثر جميل في هذه القناة المخصصة لكم. إن شاء الله نشوفكم في فيديوهات أخرى يا جماعة. أخوكم أنور أمين وفي أمان الله. شوفوا يا جماعة الفولكانو كذي اصعد اتسلق روح اطلع روح اطلع عشان تلقفها الستاف اللي فوق. يا سلام باي باي ومنك على طول. زي ما طلعتي برا.